مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. مرحبا بكم في قناة طموح، ودائما مع سلسلة شخصية من الفن. هذه المرة لممثل التركي الوسيم كرام بورسين، وهو الذي مثل دور سيركان بطل مسلسل أنت طرق بابي. دعونا معا نتعرف عليها أكثر. ولد الممثل التركي كرام بورسين يوم 4 مايو 1987 في مدينة اسطنبول التركية. طول كرام هو 1.79 متر، وجنسيته هي الجنسية التركية. ووزن كرام بورسين هو 70 كيلوغرام، وديانته هي الإسلام. كرام بورسين من عام نظافة وسائق طاكسي إلى أشهر ممثل تركي، هكذا عنونت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه المعلومات خاطئة ومغلوطة. كرام بورسين هو ابن لعائلة تركية ثرية تعمل في التجارة. كرم أمضى طفولته متجولا في العديد من البلدان مع عائلته، حيث عاش فترة في ماليزيا وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في إمارة دبي وإمارة أبو ظبي. كما عاش كرم بورسين في الولايات المتحدة الأمريكية وأنهى دراسته الثانوية والجامعية هنالك. كرم الذي درس التسويق في الجامعة كان يشارك أيضا في مسرح الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل شاب في مسابقة مسرح جامعة في أمريكا، وقام بأخذ دروس في التمثيل هنالك. كرام بورسين شارك سنة 2006 في فيلم الخميس Thursday، حيث يعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الأول الذي يشارك به كرام، وشارك أيضا في 4 أفلام فنية أخرى في هوليوود قبل أن يعود إلى تركيا. أول عمل تلفزيوني يشارك به في تركيا كان سنة 2013، حيث شارك في بطولة مسلسل ما وراء الشمس، حيث قام بتجسيد شخصية كرام سيار. كرام بورسين استطاع أن يكسب شعبية كبيرة في تركيا على الرغم من أنه العمل الفني الأول الذي يشارك به في تركيا. كرام بورسين قدم عدة أفلام فنية محترمة، وها هو الآن يشارك في بطولة مسلسل أنت طرق بابي، والذي سيتم عرضه على قناة شو تي في تركيا، ويشارك في بطولته كل من هاندا أرشيل واسماعيل شاشماز وبيجي أونار، وها هو الآن يحقق مشاهدات قياسية في حلقاته الأولى. وبالنسبة لحياته الخاصة، فإن كرام بورسين كانت تربطه علاقة عاطفية بالممثلة التركية وعارضة الأزياء سيريناي ساريكايا منذ سنة 2015، إلا أنهما انفصلا عن بعضهما البعض مؤخرا. أرجو أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو مع أصدقائكم والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا. سلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.